السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عدد كبير لا يحصى من الأحبة الكرام كيضلوا كيتصلوا بالنهار ومساكن الناس فيهم النية. كتفسرها كيفاش؟ ناس عندهم النية. كيقول لك في البرنامج هناك الآلاف من المستمعين والمستمعات خصوصا ليلة الخميس. وإذا دعا الإنسان رب وأمن الصالحون والصالحات الله عز وجل من صفته الحياء. الله حيي كريم يستحيي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبين. فكيقولوا سمعنا فلانة وفلان وفلان بأنهم استجاب الله دعوتهم. كاين اللي ما كانش كتحمل راه ولدات، وكاين اللي كان عنده ساعدها موقف راه تزوجات، وكاين اللي مسكين ظروف العمل صعيبة راه رزق الله رزق حسنة، وكيكون عندهم تما الأمل باش نتوما تأمنوا بالتأمين ديالكم وربي عز وجل يستجيب. فاللهم يا كريم هاد الناس كلهم اللي عندهم مطالب أنت أعلم بهم، أنت خالقنا وأنت رزقنا. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج. كنقول أحبة الكرام غدا الجمعة، والجمعة عيد المسلمين، يوم معظم عند الله، وربنا عز وجل دلنا واحد المفتاح عظيم كيتسمى مفتاح الفرج. يوم الجمعة إذا قلتيه ربي هو ذكر، ذكر يسمى مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج. ملي كتقولوا وتعاودوا وتعاود تقولوا وتعاودوا ربي عز وجل كيفتح لك الأبواب المغلقة. والله ثم والله وبالله وتالله كنقول بيقين، لأن هادشي شفتو بعيني، شفت ناس اللي كانوا في وضعية مزرية الآن لسانهم لا يفتر من الحمد، أعطاهم الله تعالى كل ما طلبوا وزيادة، كل ما طلبوا. كاين اللي كان فقير والله فاض بالمال، كاين اللي كان مريض والله صحته قوية، واللي كان تعيس حياته الزوجية سعيدة، واللي كان فرق جمع الله الشمل ديالهم. هادشي شفتو بعيني، وناس كانوا في وضعية ما صدع راسه بإجراءات وأبحاث ويقلب على مثل الطريق السهلة، وهي أنه يطرق باب الله، يطرق باب الحي الذي لا يموت ويناجيه بأحب الأسماء إليه، يا حي يا قيوم يا ودود يا رحيم، ويتوسل إليه بماذا؟ بمفتاح الفرج، بالصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كنطلب من الأحباب الكرام اللي عنده أي مشكل، اللي عنده أي ضائقة، اللي عنده أي مرض، اللي عنده أي حجرة تحقر وبغى ربي يعطيه العز، اللي عنده الفقر وبغى ربي يغنيه، اللي عنده البنات وبغى ربي يستروا ويتزوجوا، اللي بغى الذرية الطيبة، اللي بغى غير ولاداته يتهداوا ويقراوا، والله وبالله وتالله هذا الذكر قولوه وكرروه وأكثروا منه، ثم انتظروا غيبا لكم الله عز وجل يفاجئكم بكرمه وجوده ويتجلى عليكم برحمته. إنه الصلاة على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الليلة نبقى نصلي على النبي الليل كله تدينا النعاس، ومن الفيق إن شاء الله تعالى نعود نصلي على النبي الجمعة كلها. وما تقول الدعاء، انت غير نوي داكشي اللي في نفسك اللي في خاطرك، قول يا ربي بغيت وبغيت وبغيت في خاطري، وبقى تصلي على النبي راها كتعمل العمل ديالها وكتشغل الشغل ديالها. الصلاة على رسول الله كتعطي الشفاعة في الدنيا قبل الآخرة، وكتعطي ما يسمى بالفرح والسرور، بالطاقة الإيجابية، بهرمون السعادة. اللي كيصلي على النبي عمرو يشوف الأمراض النفسية، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيكون فرحان وسعيد، ما عنده لا هم ولا غم، وهم الدنيا يبقى فيها، وكتلقى هو عالي المقام عالي النفس، وينشر الرحمة والفرح والسرور فيما حوله. فصلوا جميعا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله،
ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا خيرة خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم، الصلاة والسلام عليك يا صاحب القدر الفخيم، الصلاة والسلام عليك يا أصل الأصول، الصلاة والسلام عليك يا نور الجمال وسر القبول، الصلاة والسلام عليك يا أصل الكلام كمال وباب الوصول. اللهم صل على هذا النبي صلاة جلال تدوم ولا تزول، وسلم عليه سلام جمال يدوم ولا يزول. أنت المقدم في كل مقام وبك حصل الختم يا خير الأنام. ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتباعك وأمتك يا رسول الله. اللهم صلي على أكرم نبي ولا أعظم رسول، من جاهه مقبول ومحبه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول. اللهم صل عليه صلاة تشفينا جميعا من الأسقام والنحول ومن الأمراض والدبول. اللهم صل عليه صلاة ننجو بها جميعا يوم الكرب العظيم من الذهول. اللهم صل عليه صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول. اللهم صل على سيدنا محمد المنعوت في القرآن بأعظم وصف، صلاة تشرق علينا بها أنوار الكشف ويحل علينا بها من ربنا الفرج والفتح واللطف، وننال بها من جنابه العلي جميل العطف. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنزل عليه قولك الكريم خذ العفو وأمر بالعرف. اللهم صل عليه صلاة تستغرق العلم والفهم ولا يعبر عنها حرف، وننال بها شفاعته يوم العرض والوقف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أكرمت من أجله قريشا برحلة الشتاء والصيف، الآمر بإكرام الضيف، صلاة تدفع بها عنا الخوف إلا منك يا خفي اللطف. اللهم صل على من ميزت أمته في الصلاة والجهاد بالصف، صلاة تفوق صلاة المصلين عليه أضعاف الضعف، لا يحصرها واحد ولا ألف، صلاة ترزقنا بها القوة وتزيل بها عنا الضعف. اللهم يا فالق الحب والنوى ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا خيرة خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا صاحب الخلق العظيم، الصلاة والسلام عليك يا صاحب القدر الفخيم، الصلاة والسلام عليك يا أصل الأصول، الصلاة والسلام عليك يا نور الجمال وسر القبول، الصلاة والسلام عليك يا أصل الكلام كمال وباب الوصول. اللهم صل على هذا النبي صلاة جلال تدوم ولا تزول، وسلم عليه سلام جمال يدوم ولا يزول. أنت المقدم في كل مقام وبك حصل الختم يا خير الأنام. ألف صلاة وألف سلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتباعك وأمتك يا رسول الله. اللهم صل على أكرم نبي ولا أعظم رسول، من جاهه مقبول ومحبه موصول، المكرم بالصدق في الخروج والدخول. اللهم صل عليه صلاة تشفينا جميعا من الأسقام والنحول ومن الأمراض والدبول. اللهم صل عليه صلاة ننجو بها جميعا يوم الكرب العظيم من الذهول. اللهم صل عليه صلاة تشمل آل بيت الرسول والأزواج والأصحاب وتعم الجميع بالقبول، الشباب فيهم والكهول.
اللهم صل على سيدنا محمد المنعوت في القرآن بأعظم وصف، صلاة تشرق علينا بها أنوار الكشف، ويحل علينا بها من ربنا الفرج والفتح واللطف، وننال بها من جنابه العلي جميل العطف. اللهم صل على سيدنا محمد الذي أنزل عليه قولك الكريم خذ العفو وأمر بالعرف. اللهم صل عليه صلاة تستغرق العلم والفهم ولا يعبر عنها حرف، وننال بها شفاعته يوم العرض والوقف. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أكرمت من أجله قريشا برحلة الشتاء والصيف، الآمر بإكرام الضيف، صلاة تدفع بها عنا الخوف إلا منك يا خفي اللطف. اللهم صل على من ميزت أمته في الصلاة والجهاد بالصف، صلاة تفوق صلاة المصلين عليه أضعاف الضعف، لا يحصرها واحد ولا ألف، صلاة ترزقنا بها القوة وتزيل بها عنا الضعف. اللهم يا فالق الحب والنوى ببركة الصلاة على مولانا رسول الله، اعطي لكل منا ما نوى وفوق ما نوى. قولوا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.